هدية الصباح. انتقل رجل مع زوجته إلى منزل جديد، وفي صبيحة اليوم الأول وبينما يتناولان وجبة الإفطار، قالت الزوجة مشيرة من خلف زجاج النافذة المطلة على الحديقة المشتركة بينهما وبين الجيران: انظر يا عزيزي، إن غسيل جارتنا ليس نظيفاً، لابد أنها تشتري مسحوقاً رخيصاً. وبدأت الزوجة على إلقاء نفس التعليق في كل مرة ترى جارتها تنشر الغسيل. وبعد شهر اندهشت الزوجة عندما رأت الغسيل نظيفاً على حبال جارتها، وقالت الزوجة لزوجها: انظر، لقد تعلمت أخيراً كيف تغسل. فأجابها الزوج: عزيزتي، لقد نهضت مبكراً هذا الصباح ونظفت زجاج النافذة التي تنظرين منها. من راقب الناس ما تهمن، اعتني بنفسك أولاً وأخيراً وأصلح عيوبك. وضمن هدية الصباح ننتقل إلى قصة أخرى. مستمعينا، كان هناك مليونير أودع في سجن ما على جزيرة نائية تمهيداً لإعدامه لجريمة قتل قام بها. لأنه مليونير فقد قرر الهروب، ولذلك قرر رشوة حارس السجن ليقوم بتهريبه من جزيرة السجن بأي طريقة وأي ثمن. أخبره الحارس أن الحراسة مشددة جدا وأنه لا يغادر الجزيرة أحد إلا في حالة واحدة، وهي الموت. ولكن إغراء الملايين جعل حارس السجن يبتدع طريقة غريبة، لكن لا بأس بها للهرب، وأخبر المليونير بها، وهي كالتالي: اسمع، الشيء الوحيد الذي يخرج من جزيرة السجن بلا حراسة هي توابيت الموتى. يضعونها على سفينة وتنقل مع بعض الحراس إلى اليابسة ليتم دفنها بالمقابر هناك بسرعة وطقوس بسيطة، ثم يرجعون. التوابيت تنقل يوميا في 10 صباحا في حالة وجود موتى. الحل الوحيد هو أن تلقي بنفسك في أحد التوابيت مع الميت الذي بالداخل، وحين تصل اليابسة ويتم دفن التابوت، سآخذ هذا اليوم إجازة طارئة وآتي بعد نصف ساعة لإخراجك، وبعدها تعطيني ما اتفقنا عليه وأرجع أنا للسجن وتختفي أنت، وسيظل اختفاؤك لغزاً، وهذا لن يهمنا، فما رأيك؟ طبعاً فكر صاحبنا أن الخطة عبارة عن مجازفة مجنونة، لكنها تظل أفضل من الإعدام بالكرسي الكهربائي. المهم أنه وافق، واتفق على أن يتسلل لدار التوابيت ويرمي نفسه بأول تابوت من على اليسار غداً، هذا إن كان محظوظاً وحدثت حالة وفاة. في اليوم التالي ومع فسحة المساجين الاعتيادية، توجه لدار التوابيت ووجد تابوتين. من حسن حظه أصابه الهلع في البداية من فكرة الركود فوق ميت لمدة ساعة تقريبا، لكن مرة أخرى هي غزيرة البقاء. فتح التابوت، رمى نفسه مغمضا عينيه حتى لا يصاب بالرعب، أغلق التابوت بإحكام وانتظر حتى سمع صوت الحراس يهمون بنقل التوابيت لسطح السفينة. شم رائحة البحر
وهو في التابوت، وأحس بحركة السفينة فوق الماء حتى وصلوا اليابسة، ثم شعر بحركة التابوت وتعليق أحد الحراس عن ثقل هذا الميت الغريب. شعر بتوتر ثم تلاشى هذا التوتر عندما سمع حارسا آخر يتحدث عن هؤلاء المساجين ذوي السمنة الزائدة، فارتاح قليلا، وها هو الآن يشعر بنزول التابوت وصوت الرمال تتبعثر على غطائه، وثرثرة الحراس بدأت تخفت شيئا فشيئا. هو الآن وحيد مدفون على عمق 3 أمتار مع جثة رجل غريب وظلام حالك وتنفس يصبح صعبا أكثر مع كل دقيقة تمر. لا بأس، هو لا يثق بذلك الحارس، ولكن يثق بحبه للملايين التي وعده بها، هذا مؤكد ما ينتظره. حاول السيطرة على تنفسه حتى لا يستهلك الأكسجين بسرعة، فأمامه نصف ساعة تقريبا قبل أن يأتي الحارس لإخراجه بعد أن تهدأ الأمور، وبعد 20 دقيقة تقريبا بدأ التنفس يتسارع ويضيق، الحرارة خانقة، لا بأس، 10 دقائق تقريبا بعدها سيتنفس الحرية ويرى النور مرة أخرى. وبعد لحظات قليلة، بعد لحظات بدأ يسعل، ومرت 10 دقائق أخرى، الأكسجين على وشك الانتهاء، وذلك الغبي لم يأتي بعد. سمع صوتا بعيدا جدا، تسارع نبضه، لابد أنه الحارس أخيرا، لكن الصوت تلاشى. شعر بنوبة من الهستيريا تجتاحه، ترى هل تحركت الجثة؟ صور له خياله أن الميت يبتسم بسخرية، تذكر أنه يمتلك ولاعة في جيبه، ربما الوقت لم يحن بعد، ولكن خوفه هيأ له أن الوقت مر بسرعة. أخرج الولاعة ليتأكد من ساعة يده، لابد أنه لازال هناك وقت. أشعل الولاعة وخرج بعض النور رغم قلة الأكسجين لحسن حظه. قرب الشعلة من الساعة، لقد مرت أكثر من 45 دقيقة. هو الهلع إذن، وقبل أن يطفئ الولاعة خطر له أن يرى وجه الميت. التفت برعب وقرب القداحة ليرى آخر ما كان يتوقعه في الحياة، وجه الحارس نفسه، والوحيد الذي يعلم أنه هنا في تابوت تحت 3 أمتار. إلى القصة الثالثة من هدية الصباح لي اليوم. لم يجد رجل الأعمال الغارق في ديونه وسيلة للخروج من حالة اليأس التي أصابت، سوى أن يجلس على كرسي في الحديقة العامة وهو في قمة الحزن والهم، متسائلا هل يوجد حل ينقذه وينقذ شركته من الإفلاس؟ وفجأة ظهر له رجل عجوز وقال له: أرى أن هناك ما يزعجك. فقال له رجل الأعمال ما أصابه، فرد عليه العجوز قائلا: أعتقد أن بإمكاني مساعدتك. ثم سأل الرجل عن اسمه وكتب له شيك باسمه وقال له: خذ هذه النقود وقابلني بعد سنة لتعيد لي هذا المبلغ في نفس هذا المكان. وبعدها
رحل العجوز وبقي رجل الأعمال مدهوشا بما حصل ويقلب بين يدي الشيك بمبلغ نصف مليون دولار عليه توقيع جون دي روكفيلر. جون دي هو رجل أعمال أمريكي كان أكثر رجال الأعمال ثراء ما بين عامي 1839 و 1937. جمع ثروته من خلال عمله في مجال البترول وأنفق خلال حياته أكثر من 550 مليون دولار في مشاريع خيرية. عموما أفاق الرجل من ذهوله وقال: الآن أستطيع بهذه النقود أن أمحو كل ما يقلقني. ثم فكر لوهلة وقرر أن ينقذ شركته من الإفلاس دون أن يلجأ لصرف الشيك الذي اتخذه مصدر أمان وقوة في المستقبل. وانطلق بتفاؤل نحو شركته وبدأ أعماله ودخل بمفاوضات مع الدائنين لتأجيل السداد، واستطاع خلال هذه الفترة تحقيق عمليات بيع كبيرة لصالح الشركة. وخلال بضعة شهور استطاع أن يسدد أغلب ديونه وبدأ في تحصيل الربح من جديد. وبعد انتهاء السنة المحددة من قبل ذلك العجوز ذهب الرجل متحمسا إلى الحديقة، فوجد ذلك العجوز بانتظاره جالسا على نفس الكرسي، فلم يستطع تمالك نفسه وقام بسرعة بإعطائه الشيك الذي لم يصرف، وبدأ يسرد الحكاية منذ أن أمسك بهذا الشيك وما حققه من نجاحات مبهرة ومن غير أن يصرفه نهائيا. وفجأة قاطعت كلامه ممرضة مسرعة باتجاه ذلك العجوز وقالت: الحمد لله أنني وجدتك هنا. وأخذته من يده وقالت لرجل الأعمال: أرجو ألا يكون قد أزعجك، فهو دائم الهروب من مستشفى المجانين المجاور لهذه الحديقة ويدعي دائما أنه جون دي روكفيلر. ووقف الرجل هنا تغمره الدهشة والذهول، وبدأ التفكير بتلك السنة الكاملة التي مرت وهو ينتزع الشركة من خطر الإفلاس ويعقد صفقات البيع والشراء ويفاوض بقوة اقتناعا من أن هناك نصف مليون دولار تحميه وتسانده. حينها أدرك أن النقود ليست وحدها التي غيرت الحياة وأنقذت شركته من الإفلاس، بل الذي غير حياته هو اكتشافه الجديد وهي الثقة بالنفس، فهي التي تمنحك قوة تجعلك تتخطى أقوى أنواع الفشل وأخطرها، وهي صمام الأمان لكل نجاح تحقق في حياتك. الثقة بالنفس سلاح هذا الزمن الصعب. هذه هديتنا لليوم مستمعينا ضمن فقرتنا هدية اليوم. إن شاء الله يعني استمتعتوا وقضيتوا وقت ممتع مع هذه القصص، وكالعادة نقول إن شاء الله هديتنا راقت لكم.